الحاجة ملحة الآن لتعاون وتنسيق عربي أكبر. الاتفاق النووي الإيراني قاب قوسين أو أدنى وسيعود كما كان في 2015، إبان الرئيس الأسبق باراك أوباما. الأوروبيون كلهم يجمعون على أن المقترحات الإيرانية معقولة، الروس أيضا وصفوها بالمعقولة، والأمريكيون يماطلون ويناورون نتيجة ضغط اللوبي الإسرائيلي في واشنطن على قرار صناعة القرار في البيت الأبيض والبنتاغون والستيت ديبارتمنت ووزارة الخارجية. يعني العامل الإسرائيلي هو يلعب دورا كبيرا في ما نسمعه ونقرأه عن المماطلة الأمريكية، ولكن في نهاية الأمر ستذعن الإدارة الأمريكية لحلفائها الأوروبيين الذين يرون أن لا محالة من العودة للاتفاق النووي، أنه الأصلح لأوروبا وللعالم.